عناصر طالبان يقفون على الحاويات وراء خط الجنود البريطانيين. الجو هدأ قليلا والناس بدأوا يفهمون أن الصراخ لن يجدي نفعا. إذن العملية تجري هنا. كان هذا الجانب البريطاني. نتجه الآن نحو الجانب الأمريكي. هذه الفسحة شبه خالية. أعتقد أنه تتم هنا معالجة طلبات من سيذهبون إلى الولايات المتحدة التي لن تستقبل سوى حاملي الجوازات أو التأشيرات أو البطاقات الخضراء دون سواهم. فهي غير قادرة على استيعاب أعداد الراغبين بالذهاب إلى أراضيها. وهؤلاء الأشخاص موجودون هنا منذ أيام. آلاف الأفغان محاطون بالجنود الأمريكيين الذين يحاولون تقديم المساعدة لهم. الوضع كان أصعب في الأمس ونرى أنه تحسن اليوم إلى حد بعيد. فعلى الناس أن يفهموا أنهم إذا لم يتبعوا التعليمات ولم ينتظروا فيستحيل معالجة أي طلب. لكن الجو متوتر، فالناس ليس معهم حتى مياه، وبعضهم هنا منذ أيام. ثمة شعور عام بأن عملية الإنقاذ هذه محدودة بإطار زمني معين. بعض السياسيين يتحدثون عن إمكانية تمديدها، ولكن الأمر مرتبط بشكل أساسي بموقف طالبان، وهذا الهدوء السائد قد ينقلب في أي لحظة.